رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعالوا راية الحب من العزمات يغمرني شعور أن السبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب رسول صاغ الكذب ونامت محافلنا دعا عافها الأدب عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله عذرا حبيب الله يا رسول الله يا لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبي.